سلام وتسلم في بدع الأبيات بعداد ما هلت مزون المخيلات والله يمسيكم بخير ومسرات يا أهل الحسن والخير وأهل الفضيلة يا أهل الحسن والخير وأهل الفضيلة أو من خارج المملكة سلام وتسلم فيك بدع الأبيات بعداد ما هلت مزود المخيلة والله يمسكم بخير ومسرات يا للحسن والخير وأهل الفضيلة في ليلة فحت مدام طيب نسمات وتجمع الضيفان وأهل القبيلة تضرب بقاعتها دفوف وأصوات والحان تفسح باللحوم الجميلة ليلة والليل بالذات ما شفت ليلة بالسعادة مثيلة الله يبارك للعمر والأوقات وقال رب جعلها بالكفيلة وللرفيد والفا يزعم أداد كسابة الطرات والمستحيلة نرفع لهم بالفخر والعز رايات وسيوفهم يوم المعارك ثقيلة تنفض مودتهم جميع العلاقات وتشرفت في عرس خالد وليلى وكفوفهم للضيف جادت بمدات وحيان الله جودها في سبيله والليل لفرحة عمر وابتسامات والشعر رد الحروف في جزيله من الشوش والتصوير ينحط حالات وننطلق من صوت مشد وشيله والليل له مسرى وعقرب وساعات واثني عشر ساعة سلام وتسلم فيك بدع الأبيات بعداد ما هلت مزود المخيلة والله يمسكم بخير ومسرات يا للحسن والخير وأهل الفضيلة في ليلة فحت منام طيب نسمات وتجمع الضيفان وأهل القبيلة تضرب بقاعتها دفوف وأصوات والحان تصدح باللحوم الجميلة ونبعث التبريك واسم العبارات واسم التهاني الساميات الأصيلة في حفل من نديه ورد باقات بأشكالها والوانها والفصيلة خلت عريس الليل والليل بالذات ما شفت ليلة بالسعادة مثيلة الله يبارك للعمر والأوقات وفضل رب جعلها بالكفيلة ودتهم جميع العلاقات وتشرفت في عرس خالد وليلى وكفوفهم للضيف جاهزت بمدات وحيان الله جودها في سبيلة والليل لفرحة عمر وابتسامات والشعر مرد الحروف الجزيلة من الشوش والتصوير ينحط حالات وننطرف من صوت مشد وشيلة والليل له مسرى وعقرب وساعات واثني عشر ساعة ما هي القبيلة 8 7 6 8 7 ترقبوا الجديد.